أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: يقوم بعض سائق الليموزينات بتعليق خرق سوداء في مؤخرة السيارة، ويغلب على ظني أنها من التمائم الشركية، فهل يشرع لي أن أقوم بقطعها دون إذن صاحبها؟ إذا تحققت أن هذه الخرق فيها اعتقاد فلا يجوز لك أنك أنت تقطعها، إنما يزيلها أهل الحسبة، فعليك أن ترفع بهذا الأمر إلى أهل الحسبة أو إلى الإفتاء، وينظرون فيها ويجرون عليها ما يلزم. ما هو كل واحد يزيل الشيء بيده، إلا إن كان له رأي، له إلا إن كان له ولاية، مثل رجل الهيئة أو رجل الحسبة أو ولي الأمر، هم الذين يزيلون باليد، وإلا يحصل فوضى. إذا قطعت الخرقة جاك وضربك ولا جرحك، وهم من أنت ضربته وهم من حصل فتنة، لكن لو أزالها رجل الحسبة ما يقدر يمد يده عليه. فعليك إذا تحققت إن هذا الخرقة لاعتقاد سيء فعليك أن تبلغ الذين يملكون إزالتها. نعم.